ثق بالله انا اذا الوقت يسع اسولف لك حادثه عن الشيخ عدنان الفيحان شلون سولفنا وياه باسلوب وشلون هد علينا. اذا وقت البرنامج يسع ممكن اوضح لك الامر او ترجع لضيفك وبعدين انا حاضر حتى تثبت اثبت لك بالدليل. طفت يمك الكهرباء دكتور. هذا وضع الكهرباء. شوف يا استاذ نجم، شوف يا استاذ نجم، هذا حالنا بعز الشتاء كهرباء ماكو، والدولار صاعد، بطاقة تموينية التمن مدود، والناس حال الظهم، شوارع ماكو، مجاري ماكو، وضع مستشفيات بلا علاجات، ويجيك ليش طالك؟ ليش الصيح؟ منو اللي يحكمني عمي؟ وربك يسمع وزير التجارة، التمن يجي البطاقة التموينية مستورد من أرقى المناشي العالمية، شلون يوصل مدود للمواطن؟ أنا هاي قصة ما أفتهمها. ويسمع دولة الرئيس، ويا ريت هاي سمعناها من اكثر من مبيوقه مواطن. مبيوقه شلون دا يصير هذا ما ادري. مبيوقه استاذ نجم، ما ادري شلون دا يصير. مستورد من التموينيه مستورد من امريكا، شلون يوصل مدود للمواطن؟ ما ادري. خلت تجي الكهرباء يمك وارجع لك دكتور ضرغام.